إذن برميل النفط لا زال بطبيعة الحال يستأثر ربما بكل الأضواء، ولا زال هو الأزمة في عمقها وبأبعادها الكبيرة، ولا زال هو المؤثر على الأسواق والمؤثر على السياسات والمؤثر على الاقتصاد بشكل أو بآخر. سنقف اليوم على أبعاد هذه الأزمة النفطية بين السعودية وإيران. ما تأثير رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران على تخمة المعروضة العالمية؟ وهل هناك حل أو اتفاق يلوح في الأفق بين الطرفين؟ سنحاول الإجابة على هذه التساؤلات من خلال هذا التقرير، ومن ثم نفتح باب التساؤل في تحت الضوء لهذا المساء. إذا وصفتها بأنها مشكلة اقتصادية وحرب حصص سوقية فأنت على صواب، وإذا نعتها بالمشكلة السياسية فأنت محق، وإذا وصفتها بأنها صراع القوى بين أطراف تحارب بعضها البعض بشكل مباشر أو غير مباشر ففي حديثك منطق. وإن كانت هي حرب تكسير العظام تأتي فيها المصلحة السياسية على حساب المصلحة الاقتصادية فهذا هو الواقع. صحيح أنها بدأت كمشكلة عرض وطلب بسبب زيادة إنتاج أمريكا إلى مستويات جعلها في وقت من الأوقات الأعلى إنتاجا في العالم، مكونة تخمة معروض، وأدت بشكل مباشر إلى انهيار أسعار النفط، واضعة كل منتج النفط من شركات ودول في موقف لا يحسدون عليه. ولكن المشكلة عادت لترتدي ثوبها السياسي بعد أن قامت القوى الدولية برفع العقوبات عن إيران وفتحت أمامها المجال لتستعيد مستويات إنتاجها التاريخية للنفط ولتبدأ مرحلة جديدة من الصراع بين السعودية وإيران بعد أن كان قد بدأ بالفعل بين أوبك ومنتجي النفط الصخري في وقت سابق. السعودية كان موقفها واضحا، لن نقوم بتجميد الإنتاج من دون أن تقوم إيران أيضا بتجميد إنتاجها عند مستويات يناير. وإيران كان موقفها أكثر وضوحا، لن نتوقف عن ضخ الذهب الأسود قبل أن نستعيد مستويات إنتاجنا قبل فرض العقوبات عند مستوى 4 ملايين برميل. ولذلك فشلت مفاوضات تثبيت الإنتاج في اجتماع الدوحة الذي عقد خلال شهر إبريل الحالي. فحرب النفط بين إيران والسعودية ليست فقط حرب حصص سوقية وخصوصا في قارة أوروبا العجوز، ولكنها أيضا حرب عسكرية بشكل غير مباشر في اليمن وسوريا، وحرب سياسية وصراع قوى بالشرق الأوسط المضطرب. وأي تغير ولو طفيف في مستويات الإنتاج لكلا البلدين سيترجم إلى مليارات الدولارات التي ستستخدم في مشاريع قد لا تروك لكل من طرفي المعادلة. إذن هي معركة البقاء والدوائر المغلقة والطرق المسدودة، وأكثر المتفائلين فيها هم الأقل تشاؤما. حول هذا الموضوع معنا من لندن السيد سبنسر ويلش وهو مدير الطاقة في IHS إنرجي، أهلا ومرحبا بك معنا. لماذا افترضنا أن يتم اجتماع الدوحة على خير باتفاق الأطراف على تجميد حصص يناير والتي تعد قياسية، والكل يعلم موقف إيران أنها بالكاد عادت إلى الأسواق من جديد وتطمح للوصول إلى معدلات إنتاج يومي بحدود 4 ملايين برميل يوميا، هل هذا يعني أن الاتفاق كان قد فشل قبل أن يبدأ؟ نعم، كان هناك فرصة كبيرة بأن الاجتماع لن يؤدي إلى توافق وإلى اتفاق نهائي، فالمملكة العربية السعودية كانت قد أعلنت بأنها لن تشارك في تجميد الانتاج إلا إذا ما شاركت أيضا إيران وقامت بتجميد المستويات، وفي حين أن إيران صرحت بأنها لن تقوم بتجميد انتاجها لأنها تريد أن تعوض خسارتها وتستعيد حصتها السوقية. نعم، الرئيس الفنزويلي كان قد صرح قبل اجتماعات الدوحة بأن الولايات المتحدة الأمريكية ربما تفسد اتفاق الدوحة وأنها على أقل تقدير لا يروق لها ذلك التوصل إلى اتفاق. أعني، ما هي مصلحة أمريكا؟ I'm not really
لست متأكدا ماذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية منزعجة إذا ما تم التوصل إلى اتفاقية. ففي الواقع أن الاتفاقية لما كان ليكون لديها تأثيرا كبيرا، لأن المنتجين الذين تحدث عنهم هم أصلا ينتجون عند مستويات مرتفعة، وأن اتفاقية تجميد المستويات كانت فقط ستؤدي إلى فعلا وقف الانتاج عند هذا السقف في سوق يشهد معروض وفائت في المعروض. سبنسر، يعني ما نشهده اليوم ربما يضادع من مصداقية أوبك في أسواق النفط، وهذا ما لاحظناه أيضا خلال الفترة الماضية. سنكون في انتظار أيضا اجتماع بعد حوالي شهرين من الآن. هل برأيك ستتقرب وجهات النظر خلال هذا الاجتماع، أو برأيك ممكن أن تبتعد أكثر؟ نحن في IHS نعتبر أننا نشهد الكثير من التغيير في الشهرين القادمين قبل الاجتماع وأثناء الاجتماع. إيران أيضا سوف تحاول أن تستعيد حصتها السوقية وتعوض خسائرها وتزيد من الانتاج، وأن المملكة العربية السعودية من المستبعد أن تغير وجهة نظرها، وأنها بالطبع سوف تدخل في تجميد الانتاج إذا ما دخل الجميع. فإن هذا الاجتماع في شهر يونيو لن يخلق فارقا كبيرا، انه فقط يجعل الاسواق تنتظر وتترقب ما سيحصل لكي تعود الى التوازن بين المعروض والطلب فيها. نعم سيد سبنسر، هل تعتقد انه ايران ستكتفي بالاربع ملايين برميل يوميا، ام انها ما ان تضمن ان تجد لها اسواق خارجيه لتصريف هذا الانتاج ستضاعف حصتها؟ المقصود من هذا الأمر أن الصراع ربما سيأخذ حدة عالية أكثر مما هو عليه اليوم. لن يكون هذا خلافا أو تضاربا، ولكن أن المملكة العربية السعودية وإيران لديهما استراتيجيتين مختلفتين. المملكة العربية السعودية تحاول أن تحمي حصتها السوقية، وهي مسرورة بأن تسمح لبقاء أسعار النفط متدنية لفترة أطول، وهذا سوف يسمح للأسواق بأن تعود إلى حالة التوازن. الوضع في إيران مختلف. إيران كانت تحت العقوبات، وأن صادراتها للخام قد منعت من التصدير عدة سنوات. اليوم تم رفع العقوبات، لذلك إيران تحاول أن تستعيد حصتها السوقية التي خسرتها. كلي الدولتين لديهما استراتيجيتين مختلفتين، وكليهما يقومان بما يعتبرونهما أفضل لدولتيهما. نعم سيد سبنسر، بحسابات الربح والخسارة والمصلحة العامة، بغض النظر عن عدم وجود ربما توافق سياسي أو اتفاق إلى ما ذلك، إيران الآن هل من مصلحتها تجميد الإنتاج وبالتالي أسعار أعلى، أم في المقابل حصص أكثر وإنتاج أكثر لكن بأسعار أقل بطبيعة الحال عندما يكون هناك معروض أكثر من الطلب وتخمة في السوق؟ هذا سؤال مهم تطرحه. نحن نعتبر، وأيضا وجهة نظر إيران هي التالية، أنهم يفضلون استعادة حصتهم السوقية. نعم أنت محق فيما ذكرته، أنه على المدى القصير هذا يعني بأن الأسعار ستكون متدنية لفترة أطول، ولكن على المدى البعيد من حيث إجمالي الإنتاج فمن مهم جدا لإيران أن تستعيد مستويات الإنتاج وحصتها السوقية في عام 2010 وقبلها. فهذا يعني أن المنتجين داخل أوبك وخارج أوبك عليهم أن يعيدوا النظر بوضع الأسواق وما هي الخطوة التالية المهمة. طيب سبنسر، أنت فضلت أن تصف المشهد ليس أنه الصراع ولكن اختلاف في وجهات النظر، ولو شهدنا هذا الاختلاف يستمر لفترة أطول أو يتسع هذا الخلاف بشكل كبير، هل من الممكن أن نعود لنشهد انهيار في أسعار النفط حتى أنها قد تصل لمستويات $20؟
من المستبعد أن تنخفض أسعار النفط إلى 20 دولارا حتى وإذا كان هناك اختلاف في الآراء، فإن الدول هي عند أعلى مستوياتها للإنتاج، لذلك قد فقط نشهد خسارة لإنتاج النفط والأسعار قد ترتفع. إذن المخاطرة بالارتفاع أكثر من المخاطرة بالانخفاض. الأسواق تعود إلى التوازن في المعروض والطلب، ونتوقع بأن يصل إلى ذلك التوازن في نهاية هذا العام، لذلك أننا سوف نشهد تعافٍ بطيء في الأسعار. نعم، ولكن تذهب التقديرات إلى أنه ستتحسن صورة الطلب بعد النصف الأول من هذا العام. إلى أي مدى ممكن أن تتحقق لدينا معدلات التوازن؟ هل نتوقعها مع نهاية العام تقريبا؟ نحن في IHS نتوقع أن يكون عدد التوازن قبل نهاية هذا العام، ربما في الربع الثالث أي نصف الثاني من العام. إن الطلب العالمي على النفط يرتفع تدريجيا، نتوقع ارتفاعا في الطلب 1.2 مليون برميل في اليوم. النمو العام الماضي في عام 2015 كان 1.7 مليون، لذلك النمو هذا العام ليس بقوة نمو العام الماضي ولكنه ما زال ثابتا. وأن النمو على الطلب في آسيا على وجه الأخص في الصين مع شراء المزيد من السيارات الجديدة، الطلب العالمي ونمو الطلب العالمي يرتفع، وأن الإمداد العالمي على وجه الأخص من الولايات المتحدة الأمريكية ينخفض، فإن الولايات المتحدة الأمريكية إنتاجها قد كان 9.7 مليون برميل في اليوم في أبريل من عام 2015، اليوم انخفض إلى 9 مليون برميل في اليوم أو أقل من 9 مليون برميل في اليوم، ولذلك أن هذا الانخفاض في الإنتاج بسبب الأسعار ينخفض، وأننا نشهد إعادة توازن بين المعروض والطلب، ونتوقع أن يحصل هذا إعادة التوازن في الربع الثالث من هذا العام. إذن السيد سبنسر وولش مدير الطاقة في IHS Energy، شكرا جزيلا لك. ولا تزال طبعا التصريحات هنا وهناك، أنا لا أدري ما الذي يحرك أسعار النفط حاليا، هل هو العرض والطلب أم هو الترقب والانتظار، وهذه التصريحات وال الحرب النفسية ربما هنا وهناك هي التي تلعب في ذلك، لكن ما هو جيد أن النفط فوق مستويات الأربعين حتى هذه اللحظة. بخصوص طبعا بعد اجتماع الدوحة أن يستقرن هذه المستويات، هذا يعتبر أمر ممتاز بالنسبة للأسعار. صحيح. وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية فقرة تحت الضوء.